دلوقتي ميعاد حلقتنا النهارده في موضوع حلقتنا النهارده اللي كان بيتكلم عن الاوراق الرابحه لمنتخب مصر ولكيروش في تشكيل منتخب مصر خلال لقاء الاردن بكاس العرب. تعالوا كده ناخد اراء جمهورنا على السوشيال ميديا ونبدا من عند مين؟ البدايه من عند علي رشاد بيقول صباح الخير عليك يا احمد، صباح الفل عليك يا انجي. انا شايف الاوراق الرابحه لكيروش هتكون حسين فيصل، احمد رفعت وزيزو واللعيبه كلهم رجاله وقد المسؤوليه، وان شاء الله نعمل ماتش كويس مع الاردن، وان شاء الله النتيجه 2-0 لمنتخبنا، وبالتوفيق لمنتخبنا زملكاوي جميل. شكرا يا علي. عبد الله سالم صباح الخير على حضراتكم، نهاركم ابيض بخطين حمر، نهارك ابيض عبد الله. طبعا في اوراق رابحه لكيروش زي عناصر الخبره مصطفى فتحي واحمد رفعت وزيزو ومحمد شريف، وفي عناصر جديده اثبتت نفسها زي حسين فيصل مروان حمدي وعمر كمال عبد الواحد، دايما متالقين على قناه الزمالك يا احمد وانجي. بشكرك جدا يا عبد الله. احمد عيد بيقول صباح الخير عليك يا احمد، صباح الفل عليك يا انجي، ونهاركم ابيض بخطين حمر. انا شايف الاوراق الرابحه لكيروش هتكون حسين فيصل واحمد رفعت وزيزو قفشه واللعيبه كلهم رجاله وقد المسؤوليه، وان شاء الله نعمل ماتش كويس مع الاردن، وان شاء الله 3-1 لمنتخبنا، وبالتوفيق لمنتخبنا زملكاوي جميل. تقريبا الاراء متشابهه شويه، في اراء الناس على السوشيال ميديا متشابهه كتير. كرم بيقول صباح الخير والسعاده عليك يا احمد، صباح المسك والطيب عليك يا انجي، ان شاء الله الاوراق الرابحه حسين فيصل زيزو مصطفى فتحي، وان شاء الله نفوز، وكل الدعم للمنتخب، منورين القناه دايما، بحبكم قوي. شكرا يا كرم.